وصفت بأنها جنة منسية وأندلس إفريقي ومكان سياحي ساحر. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. مرحبا بكم في الجزء الثالث من سلسلة زنزبار. هذه الجزيرة الإفريقية المسلمة ساحرة بشواطئها وطبيعتها، وأي جزائري يقدر يسافر لها. فلوق اليوم حيكون ممتع جدا، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو. خلونا نبدأ. سلام. مع في طريقنا بغيت نوريكم واحد من المنتجعات الفخمه هنايا في زنزبار، فراح ندخلوا له وصلنا هذا. قلنا المنتجع وتم استقبالنا بابتسامه وحفاوه وترحيب من قبل طاقم سفيره بلو، وتجولوا بينا وورونا وين راح نقضوا الامسيه مع هذا المسبح الكبير والجميل المطل على البحر مباشره. والان جاء الدور عليا باش ندوركم ونحوس بكم في هذا المنتجع. يلا بسم الله. جماعة يعني صراحة المكان جنة. ماء عذبون فيه حشرات. ماء عذبون. قضينا يوم كامل 90 دولار لشخصين، ويقدموا لكم وجبتين لكل شخص وثلاث مشروبات لكل شخص. تما راح تفوتوها غير أكل. إحنا دينا بيتزا، برجرز، ناتشوز، سوشي، وبالنسبة للمشروبات دينا عصائر. هذه التجربة فاخرة جدا ويليق تجربوها مرة في حياتكم. لكن سؤال، هل جزيرة زنجبار كلها منتجعات فخمة وحياة وردية وشواطئ خلابة، أو بالأحرى كيف يعيش سكانها الأصليين وماذا يوجد خلف هذه المنتجعات الراقية؟ وهل صحيح هذه المنتجعات الفخمة تعكس طريقة عيشهم الحقيقية؟ وهل كل هذه المنتجعات الفخمة والراقية هي ملك للزنزباريين واستثماراتهم، أم أنها ملك لأشخاص آخرين أو دول أخرى؟ All people that are living inside that village are very very poor but are happy. إعلان صغير للمتابعين US by the Z اللي مهتمين بشراء منتجات من أمريكا. نقول لكم بلي أنه الدفعة الثالثة راهي فتحناها وراح تكمل يعني عن قريب، يعني راح تكمل في نهاية فيفري. إذا عندكم هذا الأسبوع والأسبوع الجاي تاع وسط فيفري وأواخر فيفري أنكم تطلبوا فيه طلبياتكم كالعادة عبر صفحتنا في الانستغرام وصفحتنا في الفيسبوك. كل المواقع الأمريكية المشهورة تقدروا تطلبوا منها وتستفادوا من تخفيضات، وولمارت، إي باي، أمازون، بيست باي للإلكترونيات، ميسيز اللي راح تلقوا فيه جميع البراندات موجودة في موقع واحد وهو ميسيز، مايكل كورس، H&M، سكيتشر، نايك، أديداس. حنايا نقوم بالشراء وبالتوصيل وجميع الأشياء اللوجستيكية ونوصلها لك حتى الباب المنزل. انت واش عليك ترسلنا فقط رابط المنتج أو صورة المنتج أو اسم المنتج وحنا نتكفلوا بالباقي ونوصلوا لك حتى الباب البيت. لمعرفة الحقيقة التقيت بصديقي المسلم واخذني إلى قريته التي يقطن بها هو وعائلته، والتي تقع مباشرة خلف أجمل شاطئ في زنجبار وإن لم يكن في إفريقيا كلها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه مجددا، من الذي يستغل هذا الجمال والثروات السياحية من منتجعات فخمة موجودة على طول شريط الساحلي لهذا الشاطئ؟ شاطئ كيندوا موجود في جنوب الجزيرة، يأتي إليه المسافرين من جميع أنحاء العالم. إنه أحد أفضل المنتجعات في زنجبار. على الساحل تكمن الرمال البيضاء الناعمة وتنمو أشجار النخيل المعمرة مع المياه الزرقاء الصافية والشفافة. Lamp. Oh. We don't have electricity. In another house we don't have electricity, so we use a lamp for seeing. This lamp. Yeah. معروف إنه في أفريقيا كثير من المناطق والبلدان فقيرة. لكن باش تشوف يعني منطقة فقيرة اللي ممكن أنها كانت من السياحة تكون من أغنى المناطق، وتشوف أنه هذاك التناقض بين منتجعات فخمة جدا على السواحل ولا على الشواطئ، وخلفها تماما تشوف يعني هذه القرى الفقيرة. تخيلوا أنه بعض البيوت اندهشت ما فيهاش إضاءة، تخيلوا أنه ما عندهمش إضاءة مش فيستعملوا هذه. Can I hold it? Can hold it? Yeah. This how you light in the night. Yeah. So no electricity. No electricity. جماعة يستعملوا هذه القناديل الصغيرة هذه باش يشوفوا في الليل. سبحان الله. يعني كاين بيوت اللي مازال ما فيهاش electricity، كهرباء. والماء ثاني.
احنا جينا المكان يعني في البيت اللي هو الساحه يعني كما نقولوا الباك يارد. الساحه شوف الساحه تاعهم كيف دايره. يعني هذه اشجار البنان الموز، وهنا راح يورونا كيفاش يصنعوا الكوكونات. This is how you use coconut, right? يعني يقلعوا له اللب تاعه هذا عن طريق هذا اللعب. انه يعني الكوكونات جبدوه من هذيك الحبه تاعه، ودروك راح ينقوه ولا يفلتروه. ودروك شوفوا الكوكونات كيفاش راح يديروه، يعني يستعملوه بزاف الكوكونات في الطياب تاعهم. ذاك الكوكونات كي يعصروه يخرج الكوكونات ميلك، يعني طريقه يدويه. يعني الكوكونات ميلك هذاك يطيبوا به كل شيء تقريبا كالزيت تاعهم، يغلوه 5 دقائق ويطيبوا به الروز كل انواع الاكل. 5 مينيت ها وي ار بوتينغ اور رايس. هذا الكوكونات ميلك نجمع الان، راح يورونا كيفاش يشعلوا النار باش يطيبوا. يعني طريقه بسيطه ثاني، تخريقه تقليديه جدا بسيطه بالحطب. تعتبر هذه هي المطبخ تاعهم، وهو للنار. شكرا جزيلا. انا مدرس تلك المدرسه التي رايت. مدرس قرانيه. ما شاء الله ما شاء الله. تتحدث العربية صحيح؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بنا في زنزبار. شوفوا جاب لي حبة بطاطا قد ايه. بيج كبيرة. سويت 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 بوتيتو. هذه البطاطا الحلوة احيانا تكون اكبر من هذه. نعم نعم نعم. هي از فاما. ايه فاما. Every morning we use this tree for making a tea. اه الشاي يستعملوا هذه الشاي. Bring one. Huh? Can you bring one? Yeah. رائحتها جميلة. تحس كأنهم عايشين حياة بيو، حياة طبيعية. يشارجوا تليفوناتهم. How do you charge your phone? We charge up by sharing. Sharing. جماعة هذه الكلمة sharing كلمة مهمة جدا. يعني هذا وش اكتشفت في هذه القرى، عندهم يعني التعاون. You share everything. Yeah. It's like one. Yeah. We are living by helping each other. Like one family. Yeah. سبحان الله. يعني هذا المسلم. المسلم. Yeah. المسلم. المسلم اخو المسلم. جماعة يعني والله تلاحظها يعني يشاروا كلش على بها تلقاهم اجتماعيين اكثر. يعني كل بيوت تعرف بعضها بعض، هذا يروح يشارجي عند هذا، يتعاونوا في كل شيء ويتقاسموا كل شيء. You share everything. Everything. شوفوا فيه electricity، لكن بيت آخر مثلا هذا ما فيش. في الوقت الراهن تبدو بالغات السوء، فالغالبية العظمى منهم هم من الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم، كما تفتقر العديد من قرى ومدن المسلمين إلى الخدمات الأساسية. فعلى الدوام كان هناك تركيز واضح من الحكام غير المسيحيين على المناطق غير المسلمين. Well, but I have a question. Why African people or Zanzibar, they are so happy? But when you see like the life is no good, I mean many, many difficult. Because they are Muslim. Muslim. Yeah. Mashallah, mashallah. And if you are Muslim, you deserve everything. You deserve to be happy. Yeah. Even that you are poor, but you have to be happy. Happy. Because you are Muslim. Yes. Yeah. Yes, good answer. Hakuna Matata! But how the children here play? Huh? How they play like? If they want to play, they're going at the beach just for playing. فقاعد تلقاهم يعني بدون أحذية ويلعبوا هنا. شوفوا هنا بنات هادو راهم يلعبوا، أولاد راهم يلعبوا مليح. يعني واش لاحظت أن تحس الحياة الاجتماعية عندهم مختلفة تماما. لأن الحياة الاجتماعية هنا عايشينها بكل تفاصيلها. قناعة، سعادة، فرحة، بهجة، نشاط، حيوية، حياة اجتماعية، روح المجموعة، عائلة واحدة. لن تجد هذه الصفات مشتركة إلا في أفريقيا. بعيدا عن المتسبب الرئيسي في حرمان أهل زنجبار من ثرواتها وخيراتها واستغلالهم، لأننا كلنا نعرف من المحتل الظالم ومخلفاته وتبعياته وسيطرته وسرقته لأفريقيا. لكن صراحة أجمل وقت أمضيته في زنجبار ليس في المنتجعات الفخمة، وإنما مع السكان الطيبين لهذه القرية. أعطوني درسا لن ننساه، وهو جوهر الحياة ليس في المال دوما، وإنما القلب الطيب ومقاسمة أي شيء نملكه.
الرضا والقناعة. هذه هي شواطئ إفريقيا وشواطئ زنزبار. عندهم هذه الطاقة سعادة، يعني من صغرهم عندهم طاقة سعادة، طاقة سعادة رهيبة جدا، رغم أنه ما عندهم أشياء بزاف اللي تخليهم سعيدين. اسمع شوفوا فاش أوني شا عندهم، جايبين الروز في بورصة. هذه أكلة شعبية، بيلاو أندروس. أندروس بيلاو نصوص. يس يس. أولين أصدقائي ماي فريند جماعة، أنا في واحد من أجمل شواطئ هنا يا لونغوي في الجهة الشمالية، يعني فوق تقريبا أجمل شواطئ زنزبار أيضا، اللي هو يقولوا له كاندوا بيتش. يعني هذا لازم تجوا تزوروه، ديروا فيها يعني قاعدة، خاصة أنه يجوا بزاف ناس على جال سانسيت. كاندوا من اجمل شواطئ زنزبار، الرمله تاعها بيضاء ناصعه، البحر تاعها صافي، يعني لازم تجيو له زياره صغيره. هذا كاندوا بيتش اولي فيه كاليو نعم تقيو عندنا بيتش. الحمد لله رب العالمين، ربنا لا مين الرحمن الرحيم. جماعة المانجو عالم آخر، أكثر فاكهة حبيتها هنا في طنزانيا، تقريبا يدير واحد 1000 الحبة في الخارج، لكن إحنا رانا في الفيليج، في وسط الفيليج، يعني اللوكل يشرو منه حوالي 1000 يعطيك 3 حبات، تخيلوا كبار حوالي هنا. عنا متفرجين هنا وانسو. جماعة هذه المنطقة تاع يعني سمول فيليج ولا فيليج صغير تاع الفيشرمان، يعني تاع الصيادين، فشوفوا البيوت تاعهم وين يرتاحوا فيها ويعاودوا يقولوا للصيد. هذه كاع بيوتهم اللي جاية بجنب البحر هنايا، وكما قال لي هذا المطبخ تاعهم، شوفوا الكيتشن. يعني بيوت صغيرة يريحوا فيها، يرقدوا فيها، بيوت بسيطة. جماعة كل يوم يعني تقريبا العمل تاع التنزانيين ولا في زنزبار هنايا هو الصيد، فيجيبوا هنا في هذا الصيادين يجيبوا واش صطادوا ويبيعوا على شكل مزاد. يعني راح نوريكم طريقة الشري هنا تاع الأسماك، يعني طريقة فيها غريبة شوية، يعني كالمزاد، يعني القارب اللي يجي يعرض السلعة تاعه والناس تجري، يجيبوا هذه المرأة تجري باش يعاودوا له البيع. يعني الناس بداوا يجمعوا في هذه النقطة باش يشروا الحوت، والحوت ها هو جا الآن. جماعة بداوا يعطوهم الطريق. بعد ما سألنا عن ثمن السمك هنا في زنجبار، وجدنا حتى الأسماك الذين يصطادونها سكان القرية يشترونها عليهم أصحاب المطاعم الكبرى والمنتجعات الفخمة بأموال قليلة وبخس، وهذا ما يكفيش احتياجاتهم اليومية. جابونا يشوفوا المدرسة القرآنية تاعهم هنا، فيلا بسم الله. والمعلوم أن هناك ندرة كبيرة في أعداد المدارس الإسلامية التي تهتم بالعلوم الإسلامية مثل القرآن والسنة النبوية، في وقت لا تهتم المدارس الرسمية بالدراسات الإسلامية. ورغم الأوضاع هذه البالغة الصعوبة التي يعيشها المسلمون، فإن هناك إقبالا كبيرا على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه المختلفة. خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. بين الأهلة غاشية والفجر بلد مقينها، مقينها البلد شحال قريتوا من صورة؟ الشمس مقيناهاش، الليل مقيناهاش، قينا الضوحة، الشرح، التين. شتيهم يبغوك تقولي لهم تقرأ القرآن؟ هي جات عندي وحدة وقاعدة تقرأ القرآن؟ اي بدينا بدات بالحمد. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. زنزبار ولا تجربة زنزبار
it's all about the people. يعني كلها متعلقة بشعبها. يعني إذا قدرت أنك تدخل بين أهل البلد وكما نقول إحنا بالعامية تتاصرهم وتكون معاهم وتقدير نشاطات معاهم فراح تقضي أوقات ممتعة هنا. يعني فعلا شعب طيب، لكن على غير هذا ناس اجتماعيين بزاف، ناس طيبين، ناس عندهم قيمة سعادة وطاقة سعادة غريبة جدا. ما على باليش مين جابوا هذه الطاقة الكبيرة هذه تاع السعادة. فيا Karipuni wageni hakuna matata atakae na aje hakuna matata ayewe jambo jambo kwano habari gani mzuri sana ati wageni akaribishwa Zanzibar yetu hakuna matata Hakuna matata. Okay. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Asante sana.